السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم غزال ديالي كاملين، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين باحوال جيده. مرحبا بكم في لاشين ديالي شين ام ملاك والقناه ديالي الثانيه فاتي تي في. مرحبا كل واحد من دعم القنوات ديالي الاثنين من داخل المغرب ومن خارج المغرب. كما راكم تشوفوا ما تنساوش تهبطوا لتحت وتشتركوا في القناه ديالي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم، وما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك ولي كومونتير غزالين بحالكم. وغادي نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديال القناه ديالي الثانيه فاتي تي في، ونتمنوا تمشيوا للقناه ديالي الثانيه وتاني تدعموني فيها وتشجعوني ان شاء الله بالفضل ديالكم. كما خدمنا القناه هذه نخدموا القناه ديالي الثانيه ان شاء الله نخدموها. مهم هذا النهار بغيت نشارك معكم روتين ديالي، روتين يوم الاحد روتين يوم السبت اعتذر البنات مع غلط روتين يوم السبت رانا عطله يعني ما بقالنا والو باش غادي ندخلوا القرايه المدرسه. ان شاء الله نهار الاثنين غندخلوا، كنا عطله ودركا الاثنين ان شاء الله غندخلوا. المهم دابا انا نشارك معكم الروتين وشنو غادي ندير. كما راه يبان لكم الجو راه عندنا مغيم، الصباح راه كانت الشتا كطيح الشتا ولا عندنا الريح يعني دابا الريح والغيام. المهم الحمد لله على كل حال هادو هما الدول هكا يعني دائما هكا هذا هو الجو ديالهم. المهم دابا بقاو معايا وما تزابيوش، يلا غادي نخدمو خدمتنا وراكم نتوما حاضرين معنا. وزالتي كما كتشوفو هنا غادي ندير الغداء ديالي، اول حاجه غادي ندير الزيت، غادي نديرو الزيت سخن معنا باش غادي نديرو اللحيمه ديالنا والبصله. المهم غادي ندير اليوم الغداء يعني اللحم مع الجلبان مع الخيزو. انا غادي نديرو اليوم الكوكوت، كنت شي مره اغلبيه كندير طاجين ولكن اليوم غادي ندير كوكوت لان خفتي اللحم ما يطيبليش في الساع كيبطى اللحم ولحقاش راني شويه الرطار قلت له ما ندير الكوكوت خليه. المهم دابا غادي نجيبو المقادير ديالنا العناصر نديرو في الكوكوت. هما هنايا جبت عندي البصله مع الثومه قطعتهم كاع البصله والثوم، غادي نشحرهم مزيان مع بعضياتهم. غادي البنات نديرو اللحم ديالنا حسب المقدار العائله ديالو. المهم غادي ندير العطريه ونخلي تقلى اللحم ديالنا مزيان مع البصله، عاد نزيدو العناصر الاخرين. المهم اي واحد راه يعرف العطريه ديالنا اللي غنديرو يعني ما يحسش على غادي نقولهم. البنات دابا غادي نديرو خيزو، انا ما كثرتش خيزو درت جوج خيزويات هكا، وغادي نديرو الجلبانه نحركو الخليط ديالنا مزيان يعني نقليوهم مزيان عاد نقدروهم نرويو الروا ديالنا.
دابا غادي ندير البطاطا هنايا، غادي نديرها في الفران، غادي نديرها في الفران باش تجي مزيانة. المهم انا لا نديرو انشاركو البنات معكم، ودائما بقاو مشجعين القناة ديالي شين ام ملاك، القناة ديالي التانية فاتي تي في، ودعموني. هذا ما نقولكم البنات، وشكرا لكم جد كاملين لان كتدعموني في القناة، شكرا لكم. مهم بقى معايا دابا تنكملو، ما بقينا ما نديرو دروك، صافي راه صافي كاع حركنا هادشي. دابا غادي نغليو ونديرو الماء باش نقدرو بالماء باش نسدو على الكوكوط ديالنا. دابا البنات كملنا هذا، غادي نجمعو البوج ديال الكوزينه اللي راها مربجه، نوريكم كي راه دايره، راها مربجه. خصني عاد نجمع الماعن ديال الفطور، غسلتهم خصني نجمعهم نردهم في بلاكار ونغسل الماعن، يعني هادو اللي خدمت بهم. وزلاتي كما هيبان لكم الكوزينه، صافي الغدا راهي طاب، خصني نجمع الماعن ديالي، نهز هاد الروينه اللي هنايا، بغيت نشوف نقدر نمشي ندير واحد البغرير. مهم انا اللي غادي كما قلت لكم غادي نديرو، غادي نشاركو معاكم وانتوما بقاو معانا. البنات دركا راني صافي كملت هنايا، غسلت الماعن ديالي كما راه يبان ليكم، الكوكوط ديالي راه طيب. هي هات دابا غادي نمشي نجيب باش غادي ندير معاكم البغرير. مهم وانتم بقاو معايا باش غادي نشارك معاكم واحد الحوايج شريتهم من ملاك، شي كسيوه شريتها من ملاك من بري مارك، وشريت واحد القميجة لقيتها واعرة واعرة في زمن شريتها، يعني صراحة عجبتني بزاف بزاف. مهم غادي باش نوريها لكم وتشوفوا الشكل ديالها كيفاش داير. المهم بقاو معايا. المهم ها هو البنات هنايا غادي نقدموا المقادير ديال البغرير، يعني مقادير سهله بسيطه، يعني اي واحد يقدر يديرها في الدار، يعني ماشي صعب. ولا حنحتاجوا المقادير هنايا، ثلاثه ديال الكيسان ديال العنبه، هذا هنايا ديال السميده، اللي بغى يدوب لي المقادير يدوب لي. انا نقول لكم المقادير اللي كندير هنايا، عندي ثلاثة ديال المعالق كبار ديال الدقيق فورس، عندي هنايا عاوتاني سكر سنيده، جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، وشويه ديال الملح، الملح حسب الذوق، وسنيده كذلك حسب الذوق. هنايا عندي جوج بيكين باودر زوج، هنا عندي شويه نقولوا معلقه صغيره ديال الخماره المعجونه. اول حاجه غادي بعدين نخدموا المقادير ديال العناصر كاملين. البنات جبت هاد البول، غادي ندير فيه السميد ديالي، غادي ندير الدقيق هنايا، غادي نديرو بيكين باودر، غادي نديرو سنيدة مع الملح، غادي نديرو خمارة معجونة، وغادي نخلطو هاد العناصر كاملين مع بعضياتهم، نقولو ندمجو العناصر ديالنا. كاع نخلطوهم مزيان شكون البنات، تيندمجو كاع معانا، تيندمجو. هاد البغريد يعني ساهل وكيجي زوين يعني. المهم هنايا رانا دمجنا العناصر، غادي نديرو الماء، يعني كيما قلت لكم الماء ديرو على حساب ال ملي تشوفو يتخلط ديرو. المهم انا غندير 3 كيسان ديال الماء، وغادي نشوف الا خصني نزيد نزيد.
المهم انا غادي ندير وغادي نشوف. راني درت كاس د الماء ونزيد الزوج. الماء البنات ما يكونش دافي، يكون بارد. المهم انا راني درت زوج كيسان ديال الماء ديال العنبة، غادي نحركو مزيان وغادي نشوفو وشنو نزيدو له الماء ولا لا. غادي نجيب كيقولولو الطراب ديالي اللي كنضرب بيه، وغادي هو غادي بحال نضرب نضرب هدا البغلي ديالنا. البنات دابا راني جبت الطحان ديالنا هدا وغادي نضرب وغادي نشوف وشنو نزيد له يعني د الماء ولا لا. البنات كيما كتشوفو ها هو الخليط ديالنا، ضربتو مزيان مزيان 10 ديال الدقائق البنات، 10 ديال الدقائق ضربو فيه. اللي ما عندوش هادي يدير في المولينيكس، مهم ضربوه مزيان مزيان. والماء كيبقى حسب الاختيار ديال يعني على حسب الدقيق السميده ديالكم والدقيق ديالكم. البنات شفتو كي داير يعني ما يجي خفيف ما يجي ثقيل ولا هكا. وعطيوه التضرب ضربوا فيه مزيان البنات، شفتو كي داير، شوف الخليط ديالنا كي داير. انا يعني نقدر نقول لكم حتى لي ما بقيتش نعبر بالكاس، جاتني جوج كيسان ونص هكا ولا ديال الماء ولا. المهم كما قلت لكم يعني على حساب السميد ديالكم وعلى حساب الماء ديالكم. شوفوا البنات دابا غادي نخليه هكا شويه يخمر ونجي باش نطيبو معكم. غادي نمشي نخلي هذا يخمر، غنمشي نجيب الحويجات اللي قلت لكم نشاركهم معكم، المشتريات اللي شريت المملوكه والقميجه اللي كنت شريتها انا من زمان غنشاركهم معكم ونرجع معكم. وزناتي كما كتشوفوا درك بغيت نوريكم شي مشتريات كما قلت لكم شريتهم، حويجات الملاك وشريت هذه هي اللي شريتها ليا، قميجة هذه يعني طويلة كما راه تبان لكم حتى لركب باهي كتوصل. شوفو البنات صراحة توبها زوين وحتى الشكل ديالها عجبني، الألوان اللي فيها زوينين. شوفو هي هنا ماشي محلولة، محلولة غير النص بلي بوطو، وهنايا عندها هاد الحزام هاكا تقدري تزيريه تقدري ترخفيه يعني على حساب انت اللي تبغي. هنايا باليدين هاكا والمقفالة كيما راهي بان ليكم يعني زوينة زوينة. هادي شريتها من زمان، الثمن ديالها كنت ديتها ب 13 اورو يعني 12 اورو 99 قولو 13 اورو. شوفو البنات هادي غير دخلت شتها عجبتني، قلت ما نخرجش بلا بها، عجبتني بزاف البنات. هنا عندها هكا تجيب، هادي شريتها من زيمن. دابا نوريكم الحويجات اللي شريت الملوكة، كنت ملوكة شريت لها هادا تيشيرت هكا شتو هادو بلا يدين شريتهم الملاك. هاد لي تيشيرت كيديرو الثمن ديالهم كيدير 2.50 أورو، هذا زوين نصلح لها في الصيف هكا، عجبني بزاف هذا اللي درتو لها. وديتها واحد اخرى عاوتاني عاوتاني هذا زوين عجبني كذلك. هادو كاع صيفيين يعني شريتهم لها، حتى هذا يدير الثمن ديالو 2.50 أورو. وشوفوا يعني شكلهم زوين، انا عجبوني الشكل ديالهم. شريت لها هاد الباس كما راه يبان لكم ديال الجين هكا ديال ميني كما تشوفوا هنايا، شفتوا الشكل ديالو فن عجبني بزاف بزاف. تمالك عجبها بزاف هاد الباس، هاد الباس ديته لها بشعل ثمن ب 15 اورو. شفتوا البنات هو يعني على شكل صربط هو يعني جيبا. عاوتاني شريت لها هذا في واحد المكازاي حلت جديده وبالضبط ما عقلتش شنو سميتها، فيها هاد الجاكيطه
شوفوا الجاكيطة ديال الجين فيها هاد لي زيستخاص هكا، نتمنى يكونوا يبانوا لكم، يعني غير مرشوشين. فيها هذا الجاكيطة، يعني شريتها لها كومبلي الجاكيطة بها باللباس. الجاكيطة البنات شديتها 27.99 يورو، نقولو 28 يورو. الجاكيطة باش ديتها الملاك الجين، ولكن زوينة عجبتني بزاف. ديت لها معاها هاد الباس كيما راه يبان لكم هنا، فيه الجيوب هكا، هو مخطط. شو كي دايره البنات، دايرين هنايا في هاد بحال الديكور هكا، هنايا يتحل بسلسله النور. هذا نقول لكم بشعال ديتو لها هاد لاغوب، غادي نقول لكم راني دايره شيفشي اللي شريتو لها باش ما يتهمش. غادي نوريكم كلش. هاد لاغوب ديتو لها بثمن ديال 19 اورو سعر المغازا اللي ديت لها، شريت لها بها هذيك سميت المغازا، هذه هي سميت هنا المغازا اللي شريت لها بها هاد الكسيوه ديال لاغوب بالجاكيطه ديال الجين. واخا اثمن عندهم غاليه ولا، ولكن صراحه كاليتي وحوايج ديالهم زوينين، وحتى الشكل زوينين عجبوني بزاف. هذا بحال يجي في الربيع كيجي زوين به بجاكيطه ديال الجين، يعني كومبلي. كذلك شريت لها، شريت الملك عاوتاني هذا مزيمل، اعتذر، شريتو لها من البريمارك. سنهز هذا باش نوريكم الاخر. شريت لها عاوتاني هاد لاغوب مرهبه ليكم، هذا عاوتاني كارويات البنات، اما الكارويات ولا المخطط، هذا يعجبني بحال هاد الستيل. شوفوا هنا فيه لي بوطون، ولكن هادو ما كيتحلوش الديكوراسيون هكا. هنايا بالتريكو ديالهم خفيف هاد الشيء، يعني كيجي في الربيع، يعني من يكون الحال حما شويه ما يكونش البرد بزاف، تلبسي لها هاد الكسيوه. شوفوا يعني كسيوه غزاله. هاد لاغوب ديتو لها ب 13 اورو يعني به بالتريكو ديالها. وزيدي فيه حتى هاد بوندال يعني ديال الشعر دايرينها، المهم يعني هما قولوا 3 بياس يعني البوند، اما حاسبين 3 بياس اللي كاتبينها هنا، ولكن 2 بياس مع البوند يعني ب 13 اورو. المهم هادو هما الحويجات اللي كنت شريت معكم، اللي شاركت معكم، اللي شريتهم من الملاك. وشريت انا شريت بياسة، ولكن شريتها يعني حويجات شويه بزاف مع راه قرب الربيع، يعني صافي مبقاش بزاف باش يدخل الربيع، شريت لها حويجات 40 يعني باش تلبسهم. المهم هادو هما المشتريات ديالي، وغادي نجمعهم ونمشيو باش نديرو البغرير، راه يكون خمر باش نمشيو نطيبوهم. المهم نتوما هاكم البنات، دابا غادي نديرو البغرير ديالنا، غادي نوريكم. ها هو هنايا البغرير ديالنا خمر معنا. شوفو البنات كي راه داير، دابا غادي نديره غادي باش نبداو نخدمو نغطيه الا ما بدينا نخدمو. هنا تشوفوا هاد المقلة شريتها جديدة للبرير ديال الطفال، شريتها هادي من ليدل تكون 10 اورو، ولا معقلتش بالضبط بشحال شريتها، راني اول وحدة اول يعني غادي نخدم بها، يعني ما عارفاش كيفاش غادي يجي داير فيها ولا. المهم انا غادي نجربو انا وياكم، غادي نشوفو كيفاش جاو المقله مزيانه ولا لا. المهم غادي نشلل المقله ديالي باش نخدم بها. المهم انا عندي من نبغي نخدم بالمقله ديال البغرير ولا ضروري كان ندير ليها الماء من فوق هكا، كل واحد كيفاش كيدير يخدمها. المهم غدا نخدمو، غنجيبو الحويجات خصنا نديرو فيهم، خصنا نجيبو كلشي نحطوه قدامنا باش نخدمو نخدمو أليز. المهم البنات انا دابا غادي نديرو المسمن ديالنا،
غادي نحاولوا نديروه يعني صغير، ما نديروه كبير، ما نديروه صغير، مويان. نشوفوا كيفاش غادي يجي. ما عارف كنت درت وحده، شوفوا البنات كان طافي لي التليفون، ما انتبهتلهش. شوف كي جات البنات. المهم دابا راه غادي نديروه شويه كبير على هادي. البنات كيما كتشوفوا البغير ديالنا صافي، قررت ما نكمل باقي لي غير هذه اللي غطيب وحده اخرى ونكون كملتو. شوفوا البنات كي جا. شوفوا البنات انا هنا شويه نبغي نحمره يعني شويه. شوفوا البنات دابا هذا ما كندهناش انا بالزيت حتى، نبغيو ناكلو عاد ندهنو بزيت الزيتون، ولا اللي بغى يدير الفروماج يدير، ولا اللي بغى العسل يدير، ولا الزبده، يعني كل واحد شنو كيبغي عاد ندير. المهم هذا هو لنا البغير ديالنا، يتبعوا الوصفه اللي عطيت لكم، يعني وصفه غزاله وسهله، ماهله ماشي صعيبه. غزالتي كيما عجب لكم هو البغير ديالنا. نتمنى هاد البلا ديال البغير يعجبكم، يعني شوفوا يعني هاد الشيء مقدار قليل، بجوج كيسان ونص ديال السميد، وعطاني يعني هاد المقدار طبس كبير ما شاء الله. يعني اللي بغى يدوبلي دوبلي يقدر يدوبلي، ويعني يعطيه اكثر بهاد الشيء. المهم كيما كتشوفوه البغير ديالنا، شوفوا البنات شيش خفيف، ودابا خصنا معاه برادة شاي. ولكن دابا مازال ما تغديتش، يعني مازال ما ناكلو هاد البغرير حتى نروح نتغدى، وبلاتي عادي ندير واحد البرادة شاي مع هاد البغرير ديالنا. ومرحبا بكم عندنا في القناة ديالنا شين وملاك، القناة ديالي التانية فاتي تي في. المهم ما تزابيوش حتى نقدم معكم الغداء ديالي، ثم عاد نستودعكم. يلا دابا قمايا حتى التالي. وصل ديالي كيما كتشوفوا هذا هو الغدا ديالنا. انا غادي نخلص الروتين، نتمنى الروتين يكون عجبكم، قضيتوه معايا. وكنتمنى دائما تشجعوا القناه ديالي شين ومالك وفاتي تي في، ومرحبا بكل واحد بالواحد عندي، وما تنساوش تبارطاجيو لاشين ديالي باش تعمل فائده على كل واحد. شكرا لكم كاملين، يلا نخليكم حتى الفيديو الجاي.